السلام عليكم، بونجو اتوس، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. جبت لكم طريقه صحيحه باش تعتنوا برجليكم. اولا قبل كل شيء كناخذوا طاوه وكنديروا فيها ماء بارد ونخليو رجلينا فيها 10 دقائق وبلا ما نشفوهم لان غنديروا تقشير. بالنسبه للجلد الجاف يمكن ديروا هذا التقشير مره في الاسبوع، وبالنسبه اللي عندهم جلد عادي كيديروها مره في اسبوعين، وبالنسبه اللي عندهم جلد حساس كنصحكم تاخذوا شويه من هذا الخليط وتجربوه، ولا وافقكم كديروها مره في الاسبوعين. وهذا الماء البارد كيساعد بزاف في تقشير افضل. وهذا التقشير اللي جبت لكم سهل وبسيط وفعال وما كياخدش وقت كتير ومكونات جد بسيطة، ما تعجزوش عليه. كنحتاجو 2 معالق من الملح الرقيقة وجوج معالق من زيت الزيتون جوج معالق من ارغان، اما نديرو زيت الزيتون ولا ارغان كما بغينا. كنخلطوهم مزيان، هاد المكونات بجوج كنخلطوهم مزيان مزيان ونديروهم على شكل ماسك في رجلينا، وما نساوش القدم ديال الرجلين. ماسيو مزيان مزيان 5 دقائق ونشلوه بالماء دافئ ونمسحو رجلينا مزيان، نشفوها مزيان مزيان عاد نديرو الماسك. وهذا الماسك اللي غادي نقول لكم ماسك ما كيطلبش حتى هو مكونات كثيره، وكيساعدنا على الرطوبه والنعومه ديال رجلينا. كناخدو افوكا، كناخدو ياوغت طبيعي وكنخلطوهم مزيان مزيان في روبو آلة كهربائية وكتعطينا هذا الخليط على شكل ماسك، ونديرو في رجلينا كل شيء المناطق ديال رجلينا ندير من صوت تبلاصة، ومن بعد فيلم المونتير نديرو عليه ولا ميكا ونديرو تقاشر ونخليو 20 دقيقة، ومن بعد نغسلوه بالماء دافئ ونقدروا نشقاو به بالماسك حتى تدوز 20 دقيقة، ما كانش مشكل. والسلام عليكم.